إجراءات عالمية مشددة في محاولة للسيطرة على الوضع، خاصة وأنه حتى الآن لا يوجد أي علاج ولا لقاح وقائي. فمثلاً بإندونيسيا إجراء استقبال القادمين من الصين بدأت من عند سلالم الطائرة بعد ما تم نقلهم من مدينة ووهان الصينية بؤرة المرض ومن السلالم إلى المستشفى لإجراءات الحجر اللي راح تستمر لأسبوعين لضمان السيطرة على كورونا إن كانوا مصابين. خلونا نشوف. Jalan. عربيا هناك الكثير من التحركات لإعادة الرعاية، وقد وصلت إلى الرياض طائرة خاصة تقل الطلبة السعوديين اللي تم إجلائهم من مدينة ووهان الصينية، وسيتم عزلهم احتياطيا لمدة أسبوعين حتى يتم التأكد من سلامتهم وإجراء جميع الفحوص المخبرية لهم للإطمئنان عليهم. السعودية أيضا لحقت بشركات الطيران العالمية وعلقت رحلاتها بين كل من الرياض وجدة وغوانزو الصينية، وذلك حتى إشعار آخر. وكانت عدة شركات أخرى اتخذت هذا القرار، من بينها الخطوط البريطانية والتركية وشركات أسيوية وغيرها. لكن بين كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والذعر اللي أصاب العالم في الأسبوعين الماضيين، ظهرت أخيرا بارقة أمل. فالسلطات الصينية أعلنت عن شفاء 20 مصاب بالفيروس على أراضيها، وتوجت هذا النجاح بفيديو بعث الأمل حول العالم. خلينا نشوف. الأشخاص اللي تعافوا هم من مصابي مدينة ووهان بؤرة المرض اللي انتشر للعالم، وخرجوا من المستشفى بعد ما اجتازوا فحوصات طبية شاملة أكدت تعافيهم من كورونا. الناس في الصين شعرت بالراحة بحسب وسائل الإعلام بعد نشر السلطات للفيديو، وذلك لأنها المرة الأولى اللي بيتعافى فيها هذا العدد الكبير من المرضى في يوم واحد. لكن على السوشيال ميديا ما هدأت الناس، خاصة أن الشائعات المنتشرة من بداية ظهور الفيروس في تزايد، مثلا شائعات كثيرة متداولة مثل أن الفيروس مصدره الخفافيش أو أنه مرتبط بالأسلحة البيولوجية اللي في الصين. وصلت بمروجي الشائعات أنهم يقولوا أنه رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس مايكروسوفت بيل جيتس هو السبب في انتشار الفيروس ليحقق أرباحا لمؤسسته بيل أند ميلندا جيتس فاونديشن المعنية بمكافحة الأمراض والفيروسات. وأما هذا الذعر على السوشيال ميديا، فحاولت فيسبوك إنها تهدي منه ولو شوية حتى، فأعلنت إنها بتعمل حاليا على عرض الحقائق المثبتة وإزالة الشائعات والمعلومات الخاطئة لفيروس كورونا في مختلف منصاتها. إجراءات الشركة ستحاصر الإدعاءات المتعلقة بالعلاجات الخاطئة للفيروس أو طرق الوقاية وغيرها من الشائعات المنتشرة. طبعا فيسبوك بهذه الخطوة لحقت جوجل وتويتر في معالجة المعلومات الخاطئة المتعلقة بفيروس كورونا، إلى جانب موقع يوتيوب اللي بدأ بترويج مقاطع فيديو حول الفيروس من مصادر موثوقة. طيب نرجع للصين والتخبط اللي بتعيشه هي بشكل أكبر، سواء في الحياة اليومية أو المدارس اللي تعطلت أو حتى المحلات التجارية اللي قفلت أبوابها إلى إشعار آخر. الجديد بين كل المؤسسات هو أبل وإعلانها إغلاق جميع متاجرها في ما يعرف ببر الصين الرئيسي أي الصين، إضافة إلى تايوان وماتسو المنطقتين اللي بيتمتعوا بحكم ذاتي. وحددت أبل إنها هترجع تفتح فروعها في 9 فبراير، أي بعد أسبوع من الآن. على صعيد الشارع والناس اللي فعلا قلت حركتها بشكل كبير في كل مدن ومقاطعات الصين، بيواجه الصينيون مشكلة نفاذ الكمامات، وهذا دفعهم للابتكار في أساليب الوقاية من العدوى بالفيروس.